السلام عليكم خوتي اخواتي، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة يا رب. كي دايرين اخوتي مع هذا الصهد؟ ايه والحمد لله ونعم بالله. تشاو توتي اميتشي مياي، كومي ستاتي؟ سبيرو ان بيني. كومي ستاتي كون ستو كالدو؟ ايه لو سو كيان كاين ايطاليا ف مولتو كالدو كومي كوا. Pazienza, passerà tutto. Amici miei, oggi sono qui al mare, nella città del Pnetra, dopo Rabat. خوتي اخواتي، اليوم حبيت نشارك معكم هذا الفيديو من هذا المنظر الجميل. اليوم جيت لمدينة القنيطرة، جيت نشوف الصديقة ديالي، وأخيرا جا النهار اللي تلاقيت في الصديقة ديالي من زمان وأنا باغا نشوفها، واليوم كتاب باش نشوفها، ومعنا حتى البنت ديالها تاهي حبيبتي تاهي جيت نشوفها. وبصراحة كون رجعت وما شفتهاش كان غيبقى فيا الحال، والحمد لله من اللي شفتها بعدا وأنا مأكدة تاهي كان غادي يبقى فيها الحال. المهم من بعد ما جيت في القطار نزلنا لهذا المكان الجميل، ما بغيناش نمشيو للبحر او نمشيو للمدينه لداخل الوسط، لان بغينا نرتاحوا، بغينا نمشيو شي بلاصه اللي ناخذوا فيها راحتنا، نتحدثوا مع بعضياتنا، محشين بعضياتنا. المهم جينا لهنايا، انا خديت الكافي ديالي بحال ديما، خدينا العصيرات من بعد ما كنا كنشربوا فيهم، جابونا على ليست ديال الغداء لان قضينا واحد 3 سوايع مع بعضياتنا الحمد لله. صافي يا حباباتي، مهم تغدينا، بقينا كنتفرجوا في هذا المنظر الجميل. كاينين هاد لي موطو سكي، كاين هاد الماطر هنايا داير هاد الناس اللي تيديروا هاد النوع ديال السبور. كنتغداو كنتحدثوا تنتفرجوا، هاد الريستوران زوينة بزاف هنا في هاد البلاصة تيقول لها الواد. من بعد رانا غادي نصورها ونخلي تشوفوا الاسم ديالها. المهم تقدروا شي مرة نجيبكم الظروف هنا، علاش لا. وهنا من بعد ما جاتنا البيتزا صاحبتي كتضحك معايا، بيتزا بالخضار. بصراحة كان أحلى نهار بالنسبة إلي، بالصحة والراحة، وأنا مأكدة حتى بالنسبة لصديقتي البنت ديالها فرحو ساكن وعجبهم الحال. هاني تيمي أبي ماما نجاتو لبيتزا veramente è molto buona pizza italiana. Io ho mangiato la vegetariana come solito, veramente è buona. E questo posto molto molto chic, molto carino. Insomma, vedi così la mandar che fa vremo il calm. يعني ما نقولش لكم والله الا حسيت براسي دوزت واحد النهار واعر زين صراحه. نتمنى وان شاء الله نعيدوها عن قريب. مهم هذا هو المحل اللي حدانا، حتى هو هادو كلهم محلات هنا على الطريق هاد الواد. بصراحه زويونين، هذا المحل تحت ديالو صورته من الفوق، وهذا المحل اللي حدانا، وفي كاين محلات اخرين ملي غنخرج غنصور لكم المدخل ديال المحل والاسم. اميتشي مياي فيرامينتي كويستو بوستو اي مولتو بوليتو اي ترانكويلو فيرامينتي ريلاسانتي. abbiamo scelto di passare qualche oretti qua, meglio di andare al mare o nella città. veramente si sta bene. وانتم اخواتي سي على ديكور شحال زوين، هذا الدرج اللي كي باش تنزلوا لتحت، شوفوا على ديكورات شحال زوينين.
حنا كنا في الطبق الثاني، كاين طبق مازال فوق منا وكاين الطبق التحت، وضروري من الحراره. المهم الجو راه سخون بزاف، وانتم راكم عارفين في العشيه كيفاش كتولي الدنيا سخونه. هنا من بعد ما غنخرجوا غادي نطلعوا للمدينه نديروا فيها واحد الدويره خفيفه. المهم ها انتم حبيباتي ها المحل من القدام ديالو، ها الاسم، راه كاين هما محلات واحد حدا واحد. صافي كي قلت لكم من بعد ما غنمشيو للقيصريه او المدينه نديروا فيها واحد الدوره خفيفه، ومن بعد ان شاء الله نرجع للمحطه. وانتم حبيباتي حنا في المحطه ديال القطار ديال القنيطره، غادي نراجعين ل هيا القنيطره راجع الرباط بعد ما دوزت واحد النهيه ما شاء الله مع صديقتي والبنية ديالها تبارك الرحمن. ايوا انا دابا غادي ناخذ ان شاء الله القطار ونعاود نرجع للرباط، وانتما معايا يكون خير باذن الله. شوف على محطه شحال زوينه، واعر المحطه والله الا عجبتني والله الا نقيه وكبيره ما زوينه جباتني اول مره تقريبا تنشوفها. شنو الصنطات شحال زوينين، القطار واقف هذا واقف غادي كازا والله الا زعما اش غنقول لكم، كانت بالنسبه لي احسن رحله. وتعرفوا حتى القطار حتى هو نقي وفيه الكليمة وعجبني بصراحه. وانتم حبيباتي حنا في المحطه دابا من بعد ما خديت التيكيت، شوفوا ما شاء الله على محطه شحال كبيره منظمه وزوينه ونقيه والله العظيم. وهانتوما خوتي من بعد ما وصلت للرباط هبطت نشوف الغروب، الغروب ديال الشمس كتكون زوينه في العشيه. المهم حبيت نشارك معكم النهار ديالي اليوم كيف ما داز، صراحه كان احسن نهار بالنسبه لي في هاد الايام. واخيرا شفت صديقتي الغاليه. المهم هذا هو المتحف اللي كنت ديك المره وريتكم في الصور فاش كنت غادا البحر البوزنيقه. لتحت عنده دبيتات صغيورين فيهم داكشي اللي بغيتو، كتشوفوا داكشي ديال صور خاص بالصور، جويوان جويوان بصراحه. هادشي راه كلشي اللي كتشوفوا فيه راه فيه بيوت لتحت، وفي هاد البلاصه هادي كتطلع على البحر دايره بحال الخاتم. سبحان الله كنت شفت بحالو في الصويره، ولكن هذا فرق على ديال الصويره، وفرق غير واحد شويه ماشي بزاف. المهم ها هو لا بوبليتيتا او داكشي اللي كاين داخل باش داير من هنايا. المهم الطريق اللي كنمشيو معاها اللي زهر قدامو كنمشيو معاها التمعره كلها طريق شاطئيه لكم بحالو بحال ديال صويره، غير ديال صويره فرق عليه فيه مدافع بزاف، هذا ما فيش مدافع بزاف فيه شي جوج اللي فيه. هاي عمر وهنا حبيباتي ما نقولش لكم واحد المنظر غزال. كاين الناس كلها خارجه مع وليداتها مع عائلاتها، جايبين اتاي جايبين القهوه دايرين كوتي دايرين ناس دايره البيكنيك مغديه هنا. بصراحه زعما ما نقولش لكم والله العظيم الصيف سبحان الله تيكون غزال.
هنا الوالد راه هو اللي تيصور فيا. كيف قلت لكم هذا المكان او هذا المتحف راه مخصص في هذا الشيء ديال الفوتوغرافي. هنا الداخل ديالو راه اي حاجه تخطر على بالكم تقدروا تلقوها، لوحات، صور، شي حاجه زعما تاريخيه زعما ما نقولش لكم. المهم راه عنده التوقيت اللي ممكن يعني تزورو توقيت ديال الزياره. ها المدخل ديالو فاش كندير، ها المدافع اللي فيه معروف بنفس المدافع. ها هو التاريخ ديالو، ها هو بالعربية فرونسي حتى بالسلعة. ميتشيميي كويستو موزيو ناسيونالي بيانو دي فوتو اي دي كوادري فيكي. شوف البيبان كيفاش كانوا دايرين، وهذه هي الطريق اللي مشينا معها البحر. مريم قدام ديالو كيفاش داير. قلتي هاد المكان راه قديم بزاف بزاف، راه عنده قرون. والمهم حنا دابا غادي نشوفوا الغروب مع بعضياتنا. حاولت نوصل بكري من القنيطرة باش نشوف هذا المنظر الجميل. هانتوما خواتي سي بطلع هنايا نشوفوا غروب الشمس. حنا عندنا في بحر البار كيف ما قلت لكم بحر البار راه زوين، ولكن اللي معروف عليه غير الحجر، ما كيعوموش فيه الناس بزاف. كيجيو الناس يديروا بوتي، كيجيو الناس يدوزوا النهار ديالهم، ولكن ماشي بحال يعني باش الانسان يعوم. داكشي داكشي علاش حنا كنفضل نتبحر يا في تماره يا في بوزنيقه يا في الصخيرات. اكثر يا في بوزنيقه، انا بحر فيه الماج، الماج فيه البلاصه اللي فيها الماج الكبار والبلاصه اللي فيها الماج الصغار ديال الوليدات الصغار. المهم في ديك البلاصات معروفين، معروف البلاصه اللي من هنايا يعني كيقول لها سيد الحاج، وكاين في الوسط فهمتي الطاكسي وكيدور، ولا المهم الطريق اللي كتهبط نيشان في الوسط هذيك البلاصه سميتها دوشات. والبلاصه اللي مشينا ليها حنا سميتها لابيسين. علاش مسمينها لابيسين؟ لان الموج ديالها ما عالياش كيف قلت لكم. بالنسبه للوليدات راه زوينه لابيسين، بحال بالنسبه اللي باغي يجي من البحر بزنيقه ويجيب وليداتو شو يسول على لابيسين. راه كاين من الهي بحال اللي غاديه الجهه الثانيه من الهي، فين كاين قهوه المنزه او فين كاين البلاصه اللي من هي سميتها داهومي. هو راه من داهومين هنايا هاد البلاصه اللي سميتها لابيسين. زوينه الوليدات الصغار، ما فيهاش الماج عالين، ما فيهاش الجره، بحرها صافي وزوين. سبحان الله الماج كيجيو، ولكن ملي تيتقربوا تي الماج كيتهرسوا ما تيوصلوش برا. المهم راه زوين بالنسبه اللي عنده الوليدات، ما يخافش عليهم. ماشي بحال البلاصه الوسط او بحال جيتو كاين قلت لكم الدوشات او فين كاين سيد الحاج. المهم هذا باش معروف على بوزنيقه، راه البحر ديالها زوين. وخا بزاف كانوا تيقولوا، كتسمع ديما كنت صغيره تيخوفونا تيقولكم ديروا معكم بال بحر بوزنيقه راه تيدي البراني. شوفوا حباباتي راه حتى بحر الصخيرات حتى القصبه واحد البلاصه تيقول لك جيت وادي يكم، حتى هي كيقول لك هذيك البلاصه فيها الواد كيدي البراني. راه ما يسيبنا غير اللي كتبوا لنا الله. الانسان دائما يدير باله، يعني الانسان الا ملي يكون في البحر يدير باله، يعني ويدير باله ويدير باله على وليداته. وبنادم اللي عرف راسو بلاصه الخطر ما يدخلش ليها البحر ملي كيكون صعيب او هايج او ما يدخلش ليه. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم احبابي، بنادم يرد باله لوليداته وصافي. المهم انا حبيت نشارك معكم هذه اللقطه من هذا المنظر الجميل.